ما الحكم في من يقول لا حاجة إلى دراسة التوحيد في هذا الوقت لأنه يفرق الأمة؟ هذا كلام باطل، الأمة ما تجتمع إلا على التوحيد. ما الذي جمعهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جمعهم إلا التوحيد، عقيدة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هي التي جمعته. ويوم أن كانوا على الشرك كانوا متفرقين متشتتين متناحرين، فلما قبلوا دعوة التوحيد وقالوا لا إله إلا الله وعملوا بها توحدت قلوبهم وصاروا أمة واحدة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. فلا يؤلف بين الناس إلا التوحيد، العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين الناس، وهي التي جمعت المهاجرين والأنصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الله جل وعلا يقول واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة ألم يكن بالتوحيد؟ بدأ بالتوحيد، فلما دخلوا في الإسلام وأفردوا الله بالعبادة توحدت عبادتهم فتوحدت قلوبهم وصفوفهم. هذا كلام سامج باطل لا يلتفت إليه، أن يقول أن الناس يجتمعون ولو كان فيهم مشركون، لا، هذا كلام باطل، وهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم.